بس بغيت أقول لك إن الوالدة خذت حب مصمة دواء اي يعني على الساعة 3:30، وهي يعني غفت والحبة بعدها في حالتها، اي وأذن الفجر وهي نشت واستغربت إنه في بقايا الحبة في حالتها، فهي راحت غسلت حالتها بسرعة، ويعني صيامها مقبول ولا صومها ولا صحيح إن شاء الله. نعم، ما دام مع الأذان توقف ذلك صومها صحيح.